كل الناس بتقلي إنه عندي عيوب كتير، ومشان هيك ما حدا رضياني تزوجني، وأنا ما كنت اهتم بهالحكي، مع إنه حكي الناس ما بيخلص، بس أنا على طول كنت فكر إنه عائلتي بتحبني وراح تدافع عني. أنا توقعتهم يوقفوا جنبي وإنهم يحاولوا يلاقوا لي شخص يناسبني، بس أنا طلعت غلطانة، ولا حدا منهم مهتم فيني، ولا حدا من هاي العيلة فارقة معه إذا رح أتزوج أو رح أبقى بهذا الوضع، ما بعرف إذا ميتة أو عايشة، ولا حدا منهم مهتم، كل حدا بس عم يفكر بحاله. لهيك عملت هاي الشغلة، أنت ليش أنقذتيني؟ أنا ما عاد بدي أعيش بالمرة، أنا بدي موت غانغا. عاشي، هاد اللي عملتي أبداً ما نحل المشكلة، اللي بيعمل هيك بيكون جبان، وأنت مانك هيك عاشي. قبل ما تعملي مثل هالشغلة المفروض تفكري بأهلك، شو كان رح يصير بأمك وشو بده يصير بأخوكي؟ أهلك كتير بيحبوكي يا آشي، كتير بيخافوا عليكي، شايف براتاب حتى أمك كلهم خايفين عليكي وما بدهم تتزوجي لأي شخص تقدم لك لأنه يمكن ما يساعدك. هنن رفضوا هذا الشخص بصراحة لأنه طمعان بالمصاري، أنتي لسه صغيرة صعب تعرفي إذا الشخص منيح. لا تزعلي، ما صار شي آشي، رح يجيكي أحسن، البلد مليانة غيره. إنك تاخدي هيك قرار وتحاولي تنهي حياتك غلطة كبيرة. خليكي واثقة بحالك، وأنتي ما عندك عيوب، ما في منك آشي. يلا هلأ رح توعديني أنه ما عاد تعملي مثل هالقصة، وعديني. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.